في شويه فنانات او ما بتزدقوا يقول لي انا بكلم تامر بشتكيله. ايوه ما انا بقول لهم تعالى لي العياده يعني انا خلاص عندي العياده النفسيه بتاعت صحابي. مين بيسمع كلامك؟ والله كلهم او بياخدوا يعني لا لا كلهم. منى بتسمع كلامي جدا. منى برضو يعني حته من قلبي اصلها يعني. منى دايما كده وحبيبتي يعني انا يعني بحس بفخر جدا لما اي حد عموما من صحابك يبقى شايل هم فيقوم مكلمك انت. دي حاجه دي بجد هديه من ربنا. ف ومنى بتسمع الكلام. منى بتسمع الكلام بس منى الخناق يعني. منى بقى اللي هو ايه لازم ايه يعني بعد كده مسك لها العصايه يعني عدوة نفسها بنت اللذينة. ليه انت شايف عدوة نفسها ليه؟ علشان هبلة يعني بمعنى بمعنى انها عاطفية قوي قوي وممكن تأذي نفسها في مقابل ان هي يعني اختياراتها دايما دايما فيها مشكلة. اختياراتها مدمرة حياتها نقول عليها كده. اختياراتها مدمرة حياتها بس هم على المستوى الفني منا ومنى الاثنين لا طبعا لا 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 على المستوى الفني موضوع تاني. على المستوى الفني لا موضوع تاني. بس ما هو دايما كده انا شو بيقول لك سعيد في الحب تعيس في اللعب ولا مش عارف ايه. فهم في اللعب اللي هو التمثيل شطار في لا بس منى الحمد لله ربنا يسعدها الحمد لله ربنا يخليها. بس منى فعلا اختياراتها مدمرة حياتها. عندك حق. تزعل مننا منى دلوقتي؟ لا لا بالعكس هي اكتر واحدة عارفة كده. يعرف كده خلاص وقت شاهد من اهلها خلاص. تامر نورتنا. شكرا.